أن تدخلني رب الجنة، هذا أقصى ما أتمنى. أن تدخلني رب الجنة، هذا أقصى ما أتمنى. وتهب لي درجات العليا يا ذا المنة يا رب، يا ذا المنة يا رب. لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولى. لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولى. أبعد واصرف عني الجهل يا ذا المنة يا رب، يا ذا المنة يا رب. وإذا مت إلهي اجعل لي في قبري نورا واغفر لي. وإذا مت إلهي اجعل لي في قبري نورا واغفر لي. وحشرني مع خير الرسل يا ذا المنة يا رب، يا ذا المنة يا رب. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.